حضراتكم في الحلقة الأولى من السنة الرابعة في MBC مصر من برنامج الحكاية على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة السادس من أكتوبر. أجازة سنوية، هي دي الأجازة الوحيدة اللي بناخدها كل سنة. أنا عارف ناس كتير قالوا كتير، لكن عدنا مرة أخرى ومعاكم لمدة 11 شهر متواصلين نحكي كل الحكايات، ويبقى عندنا حكايات في الحلويات، وهيبقى عندنا أشياء كثيرة نقدر نتكلم فيها. خليني أبتدي مع حضراتكم بالموضوع اللي شاغل بالي دايما، وأرجو أنه أقدر أنه يشغل بال حضراتكم مرة تانية. كل العالم بيقول أن احنا داخلين على كورونا تانية. أنا عارف أنه حضراتكم طبعا نسيتوا الموضوع ده خلاص، الموضوع ده لم يعد يعني يبقى عنده أي حيز من اهتمام المواطن المصري، إنما حضراتكم خليكم فاكرين النهاردة 3 سبتمبر. أنا بقول لكم أهو من بدري إنه إحنا هندخل على كورونا، مش إن أنا بشم على ضهر إيدي أو إن أنا سألت حد من اللي بيتوقعه أو حد مخوي جن، لا لا لا، العالم كله متوقع هذا الأمر، والدكاترة بتوعنا في مصر بيتكلموا في هذا الموضوع. أي نعم الأرقام ليست كبيرة، إحنا بنتكلم فوق 300 أو حاجة، ولكن ما هي 300 دي نطت من 100، في 200 يعني نطوا في ظرف أسبوعين 3، فالأرقام بتزيد، الأرقام هيبقى فيها مشكلة بعد كده.